يكون سمعتها كويسه في الماركت وليها ترتيب ناشونال وانترناشونال، يكون فيها دكتورز على اعلى مستوى من جوه بره مصر، يكون فيها ميجرز مطلوبه في الماركت ومش موجوده في جامعات تانية، يكون فيها تكنيكال انفراستراكشر يخلينا نتعلم بطريقه براكتيكال اند ابلايد، تكون في مكان ريتشبل وبتوفر لنا ترانسبورتيشن، يكون فيها اكستشينج بروجرامز ان احنا نقدر نسافر بره او بيجي انترناشونال ستودنتس ون اكستشينج كالتشرز معاهم. عشان كده اخترت نايل يونيفرسيتي. 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 عشان كده اخترت نايل يونيفرسيتي.